وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم للعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة الثانية في سلسلة قصة الفلسفة. المحاضرة الأولى استعرضنا العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية أيضا التي مهدت لظهور الفلسفة اليونانية اللي بدأت في القرن السادس قبل الميلادي. وقلنا إن الفلسفة اليونانية ظهرت عندما فقد الناس ثقتهم في الأساطير اليونانية. وقبل ما نبدأ في بداية الفلسفة اليونانية اللي بدأت في القرن السادس قبل الميلاد، نرجع يعني قرنين قبلها لوقت هومر وهيسيود، ودول كانوا شاعرين، أكبر شاعرين طبعا في تلك الفترة. هومر الشاعر المعروف بملحمة الإلياد والأوديسة، وهو صور آلهة الأوليمب كما كانوا يؤمنون بهم في ذلك الوقت. يعني كانوا يؤمنون بالآلهة بأنهم كان لديهم صفات البشر وطبائع البشر، كانوا يحبون ويكرهون ويغضبون ويحارب بعضهم البعض، وكان بينهم أيضا غيرة وعصبية وتوتر وقلق. وكان يعني قواهم تتراوح ما بين إله وآخر. يعني نجد أن كل إله بيبقى متخصص في شيء معين، هو إله في شيء معين، فقوته بتكون في هذا الشيء، إنما له نقاط ضعف أخرى. إنما يجمعون كل صفات البشر باستثناء أنهم أقوى من البشر، ويستطيعون الإتيان بخوارق وبأفعال لا يستطيع البشر القيام بها. إنما هيسيود بقى اللي أيضا عاش في 700 قبل الميلاد، يعني القرن الثامن قبل الميلاد، في نفس الفترة اللي عاش فيها هومر، اختلف عن هومر في نقطة. إن هومر كان بيصور إن هؤلاء الآلهة كانوا يتصرفون طبقا لنزواتهم الخاصة، سعيا وراء متعتهم الخاصة. ولكن هيسيود صورهم أن تصرفاتهم ليست لا تنطلق من نزواتهم الخاصة، ولكن تنبع من الرغبة في إسعاد الناس، البيبل، أو الإتيان بالخير، نفع الناس، مصلحة الناس. وهيسيود قال إن هذا الكون يوجد وراءه moral law، في قانون أخلاقي وراء هذا الكون، ولا الأشياء لا تحدث يعني عشوائيا، ولا تحدث طبقا لنزوات الآلهة. ولكنه لم يحدد بأن هناك آلهة وراء هذا القانون الأخلاقي المنظم لهذا الكون. لغاية بقى القرن السادس قبل الميلاد، مع بداية ظهور الفلسفة اليونانية. وزي ما قلت، الفلسفة اليونانية في بدايتها ما كانش في أي فرق بينها وبين العلم. كان الفيلسوف عالم، وكان يتحدث ويكتب في كل شيء ويحاضر في كل شيء، فلم يكن هناك فرق بين الفيلسوف وبين العالم، ويتحدث في الطبيعة وفيما وراء الطبيعة، وفي الدين وفي العلم وفي الفلسفة وفي كل شيء. وأن اللي جعل هذه الفلسفة تظهر هو أن المدن الساحلية اليونانية كانت مدن ساحلية تبحر منها السفن إلى مدن أخرى بهدف التجارة، فكانوا دائما على لقاء مع شعوب أجنبية، شعوب غريبة وقبائل وثقافات غريبة ولغات غريبة وأديان جديدة عليهم وعلوم جديدة عليهم، وتحدثوا بصفتهم تجارا، تحدثوا مع كل هؤلاء الناس وكانوا يجادلونهم وكانوا يتعلمون منهم، واغتنوا
هذا الثراء الذي كانوا فيه وفر لهم رفاهية الحياة التي مكنتهم من أن يفكروا في الحياة، في هذه الحياة التي نعيشها وما أصلها وكيف بدأت. وهذا هو كان أهم سؤال عند هؤلاء الفلاسفة، هذا الكون المتغير الذي يبدو متغيرا لنا في كل شيء، ما هو أصل هذا الكون؟ المادة الأولى التي تكون منها هذا الكون، المادة التي لا تتغير وإن تغيرت من حولها كل الأشياء، هذا هو السؤال الذي شغل الفلاسفة الأوائل في القرن السادس قبل الميلاد. مهد الفلسفة في اليونان هي مدينة ساحلية تسمى مايليتس. مايليتس هذه تقع في شرق اليونان، اليونان حاليا، ولذلك هي تقع أو تطل على غرب تركيا حاليا، إنما طبعا في ذلك الوقت لم تكن تسمى تركيا، ولكن كانت مملكة تسمى مملكة ليديا. مملكة ليديا هذه كانت خاضعة للإمبراطورية الفارسية، وكانت دائما تغزو وفي حالة حرب دائمة مع الجزر اليونانية، ولكن في تلك الفترة كان في حالة سلام بينها وبين هذه المدينة الساحلية مايليتس، اللي كانت أيضا جزءا من أيونيا. أيونيا هي المدينة أو الجزيرة الأكبر. فمن هنا بدأت الفلسفة في تلك المدينة التي كانت نقدر نقول في حالة سلام وفي حالة رفاهية، مما أعطى وقتا كافيا للفلاسفة أن يفكروا في أمور كثيرة وأمور غيبية وأمور تتعلق بالطبيعة. ولذلك زي ما قلت، الشيء الآخر الذي يعني جعل هذه الفلسفة تولد هو أن الناس في ذلك الوقت لم يعودوا مقتنعين بالآراء التي والتفسيرات التي تعطيها إليهم الأساطير اليونانية القديمة، قصة تفسير الكون، هذا الكون كيف بدأ، لم يعودوا مقتنعين بكل هذه الأفكار وبالآلهة، آلهة الأساطير اليونانية، آلهة الأوليمب. فبدأوا يفكرون في هذا الكون وكيف نشأ، وما هي المادة الأولى التي نشأ منها هذا الكون. الفيلسوف الأول، الأول فيلسوف يوناني نقدر نقول أنه بدأ الفلسفة اليونانية هو يسمى تالس، وليس من المعلوم متى ولد على وجه التحديد، ولكن من المعلوم يقينا أنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد، لأنه في عام 585 قبل الميلاد تنبأ بحدوث كسوف للشمس، وبالفعل في ذلك العام حدث كسوف للشمس، ولذلك نحن الآن على يقين من أنه كان في أوج مجده في ذلك العام القرن السادس قبل الميلاد. إنما متى ولد في شكوك حول سنة ميلاده، يعني تخمينات، إن حسب هذا الكتاب A History of Philosophy، تاريخ الفلسفة من سقراط لسارتر وما بعد سارتر لستامف وفيزر، بيقول إن يعني بالتخمين هو عاش من 624 قبل الميلاد لسنة 546 قبل الميلاد، إنما أيضا هذه كلها تخمينات لا نعتمد عليها بشكل أساسي. طيب، قبل ما نتطرق لفلسفة طالس، هذه النهاردة هنستعرض ثلاثة فلاسفة. الثلاث فلاسفة دول ينتمون إلى مدرسة واحدة، وهي المدرسة التي أو هم الثلاثة نبعوا أو نشأوا في تلك المدينة اللي اسمها مايليتس. فهي هذه المدرسة هي مدرسة مايليتس ميليجان سكول، وهناك مدرسة أخرى بقى اللي هي مدرسة أثينا اللي خرج منها سقراط وأفلاطون وأرسطو، إنما ده هيكون في محاضرة أخرى إن شاء الله. قبل ما نستعرض فلسفة طالس، طالس كان يعني في الحقيقة ما نعرفش عنه كتير، كل المعلومات اللي نعرفها عنه هي مجرد قصاصات مكتوبة عنه من قبل تلامذته، هو لم يترك لنا شيئا بخط يده، شيئا مكتوبا، إنما
اللي نعرفه من تلامذته عنه، وقد يكون جزء كبير منه يعني موضوع وأساطير، إنما نقدر نقول إنه كان يعني كان ذكيا جدا، وكان مثقفا جدا، وإن هو يعني من ضمن الحاجات اللي بتقال عنه إنه ساعد الجيش اليوناني في عبوره لنهر، كان في نهر في أثناء إحدى حروبهم مع الإمبراطورية الفارسية، كان الجيش محتاج أن يعبر نهرا عريضا واسعا، فمش عارفين إزاي يعدوا هذا يعبروا هذا النهر، فهو اقترح عليهم أن يشقوا ترعة في ذلك النهر ليخففوا من المياه، وبالتالي استطاعوا أن يبنوا جسرا فوق هذا النهر ويعبرون عليه. الحاجة الثانية اللي بتقال عنه أيضا أنه في إحدى زياراته لمصر، كان كثير الزيارات لمصر، وواضح طبقا تاريخ الفلسفة لبرتراند راسل، واضح أنه هو تعلم من مصر الهندسة، وأنه هو عاد إلى اليونان ونقل إليهم الهندسة المصرية التي تعلمها، ولكن برتراند راسل بيقول أنها يعني أيضا كانت هندسة الأشياء البسيطة، المعرفة الأولية البسيطة، غير الهندسة المتطورة اللي الفلاسفة اليونان طوروها فيما بعد. وأن هو في إحدى زياراته لمصر استطاع أن يقيس الهرم بناء على طول ظله، يعني كان بيراقب طول ظله، هو ظل طالس، طول ظل جسمه هو، وشاف في أي لحظة في اليوم طول الظل هو نفسه طوله هو الحقيقي، يعني على فرض أنه هو كإنسان طوله 180 سنتي، في اللحظة التي كان طول ظله 180 سنتي على الأرض بدأ يقيس طول ظل الهرم، وبالتالي عرف ارتفاع الهرم قد إيه. ويقال أيضا يعني برتراند راسل، يعني على الرغم من أن هذا الكتاب ستامف ذكر هذه الحادثة وكأنه هو اللي علم المصريين هذه التقنية، رغم أنهم ما قالوش كده صراحة، إنما طريقة عرضها وكأنه هو اللي جاء بعلمه هذا، إنما برتراند راسل يعني قالها بوضوح أنه هو تعلم الهندسة من المصريين، ولكن هذه حيلة قد يكون هو اخترعها، لأنها حيلة بسيطة جدا، يعني مش محتاجة علم، حيلة بسيطة يعني محتاجة ذكاء فقط، فممكن هو فعلا يكون أتى بهذه الحيلة، إنما الهندسة اللي نقلها إلى اليونان هو تعلمها من المصريين. أيضا من الحاجات اللي بتذكر يعني لبيان ذكائه انه ايضا، وايضا دي يعني برتراند راسل بيقول ان دي ايضا يعني من نتائج تعلمه الهندسة في مصر، انه كان يستطيع او علم اليونانيين وصنع لهم ديفايس، آلة يستطيعون من خلالها قياس بعد اي سفينة عابرة عن الشط، يعني اللي هم واقفين على الشط وفي سفينة معدية يقدروا يحددوا بعد المسافة بينهم وبين السفينة دي، وأشياء أخرى تدل على ذكائه. يعني على سبيل المثال أيضا برتراند راسل بيقول، بيذكر أن في كتاب السياسة لأرسطو، أرسطو ذكر القصة دي أن دائما كان الناس تنتقده بأنه فيلسوف وذكي، وإنما فقير، لا يعني فلسفتك دي نفعتك بإيه، فحب يثبت لهم أنه يستطيع أن يعني he knew how to make money if he wanted، أنه يقدر يعمل فلوس يعني لو يبقى غني، فباستقصاء النجوم عرف من خلال علم الفلك والتنجيم إن العام القادم هيكون الهارفست، الحصاد، حصاد الأوليف الزيتون سيكون حصادا هائلا. فمع بداية السنة كان هو يعني كان مدخرا بعض النقود، فاستأجر كل الماكينات اللي بيعصروا بيها الأوليفز، بيعصروا بها الزيتون، المكابس اللي بيعصروا بها الزيتون كان يستخرجوا منه الزيت،
فاستأجر كل هذه الماكينات، يعني لو جاز تسميتها بالماكينات، في مدينتين. وبالفعل وانتظر لغاية ما فعلا موسم الحصاد جاء، أو فعلا كان حصادا وفيرا جدا، فقدر أنه هو بقى يأجر هذه الآلات للمزارعين، واغتنى وكسب مبلغ كبير. فبيقولوا بقى أنه هو يعني أثبت أنه كفيلسوف يستطيع أن يربح كثيرا من المال، ولكن هذا ليس عمل الفلاسفة. ليس عمل الفلاسفة هو الربح وربح المال وجني المال. وأشياء أخرى كثيرة تقال عنه لإظهار مدى عبقريته. نتكلم عن فلسفته بسرعة. فلسفته تتلخص، يعني نقدر نقول في شيء واحد، ألا وهي أن أصل هذا الكون من الماء، أن كل شيء يتكون من الماء، وأصل هذه المادة وهذا الكون وهذا العالم وهذه الطبيعة يعود إلى الماء. الماء هو المادة الأولى التي خلق منها هذا الكون. هذا هو ما قاله. وده طبعا يذكرنا على طول بالآية القرآنية الكريمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو طبعا كل ده يعني افتراضات، يعني دي كلها كده افتراضات منه. هو افتراض بيقوله، مش محتاج ان يثبته، يثبت صحته. فدي كده فلسفة طالس بتتلخص في النقطة دي، انه قال ان اصل الكون واصل هذا العالم الماء. يجي بعدي بقى فيلسوف اخر اسمه أناكسيماندر. أناكسيماندر يعني كان تلميذا له، ولكنه اختلف عن طالس. قال لا، أصل الكون مش الماء ولا حاجة، أصل الكون شيء خالد، شيء سرمدي، شيء أبدي، infinite، شيء لا نهائي. هو لم يحدده، هو لا يعرفه، لكن قال إن خلف كل هذه الأشياء التي تتبدل وتتغير وفي حالة صيرورة دائمة، في يعني هناك خلفها شيء لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول ولا يصير إلى شيء آخر. لم يسمه، ولكن هو قال عنه بأنه شيء infinite، يعني unlimited، شيء لا حدود له. وقال أن ليه هو مش مقتنع. الفرق بينه بقى وبين يعني أستاذه، أن طالس قال أن أصل كل شيء هو الماء، ومش محتاج يثبت كده، يعني لم يجادل في هذا كثيرا. إنما أناكسيماندر حاول انه يناقش موضوع الماء دوت، وقال ان الكون زي ما احنا شايفينه يتكون من نار وماء وتراب، ارض يعني تراب رمال وهواء ايضا. انما قال ان كل هذه الاشياء متناقضة، يعني النار تأكل في الارض، إنما في النهاية الأرض الرمال بتطفئها، والماء أيضا بيطفئها، والتراب المية بتتبخر وتعود للسقوط مرة أخرى وفي حالة تغير. فمش ممكن تكون هي دي أصل كل حاجة. وقال إن هذا هو صراع المتناقضات، صراع التضاد. وقال إن لو كان الماء هو أصل كل شيء لحدث يعني ما يمكن أن نطلق عليه الظلم. الظلم إن في مادة بتغلب على مادة أخرى، ولا فسد الكون. فهو بيقول إن لا، ده هو هذا الكون يسير طبقا لعدل معين. هذا العدل إن كل هذه الكائنات الأولية الأربعة زي النار والماء والتراب والهواء، كل هذه الكائنات، رغم إن برتراند راسل ما ذكرش الهواء لما جه يتكلم عن أناكسيماندر، وذكر فقط الماء والهواء، الماء والنار والتراب الأرض. كل هذه الأشياء لابد أن تحدث بنسب معينة،
حتى لا يطغى إحداها على الأخرى، وأن يعني النار نسبة النار تحاول أن تتغلب على نسبة الماء، ونسبة الماء تحاول أن تتغلب على نسبة الأرض. ولو حدث هذا لفسد الكون. فهو بيقول أن لا، كل هذه الأضداد تسير بنسبة معينة، فإذا طغى شب حريق في الغابة على سبيل المثال، شب حريق في الغابة فتأتي النار، فيأتي الماء ليطفئ هذا الحريق وهذه النار كي تعود الموازنة مرة أخرى وتستمر الحياة. وبعد أن تهدأ النار تتحول إلى رماد فتعود إلى الأرض، تلتهمها الأرض مرة أخرى، يشب حريق مرة أخرى، يلتهم الأرض، الماء تطفئ النار، وهكذا في سلسلة. إنما المهم أن يظل هناك توازن قوة، يعني كأنها كده لو بنتكلم بلغة العصر بين قوتين، توازن قوة عسكرية بين دولتين مثلا. فهي دي الفكرة الأساسية اللي عايز يقولها، إن المادة، فهو بيقول بقى إن هذا يعني صراع التضاد ده وراء حكمة، إن أن يظل الكون مستمرا، فأصل هذا الكون هو مادة خالدة أبدية سرمدية لا تتبدل، لم يعطها اسما. يجي بقى بعديه أناكسيمينس تلميذ أيضا له، ويعترض على الكلام دوت، رغم أنه يعني كان مقتنعا بطريقة تفكيره، ولكن هو لم يكن مقتنعا بأن في تضاد وبأن كل هذه العناصر، إنما ولما كانش مقتنع أيضا بأن أصل الكون هو الماء زي ما طالس بيقول، إنما هو قال بقى أصل الكون هو الهواء، ركزوا في الهواء فقط، قال إن الهواء في كل شيء، إحنا بدون هواء نموت، هذا الكون محاط بغلاف جوي، الهواء موجود في كل شيء. ويعني طالما بنتكلم عن الكون والأرض، نجد إن أناكسيمندر قال إن الكون الكرة الأرضية على شكل أسطواني، على حين إن أناكسيمينس قال إن الكرة الأرضية على شكل يعني طاولة دائرة. ويوجد يعني فلاسفة آخرين في زمانه قالوا بأن الكرة الأرضية مسطحة، أن الأرض مسطحة وليست كرة، وعلى حين أن الماديين أو اللي هم الأتوميست الذريين اللي بيؤمنوا بأن أصل الكون هو الذرة، كانوا يؤمنون بكروية الأرض. فالمهم أناكسيمينس قال بأن أصل الكون كله يعود ومتكون من الهواء، وأن هي مسألة امتداد وتكثيف، يعني لما الهواء ده ومسألة بقول إن الكواليتي بيصنعه الكوانتيتي، الكم يصنعه ويغيره، الكيف يصنعه ويغيره الكم، الكيف يغيره ويصنعه ويتحكم فيه الكم. وقال إن تمدد هذا الهواء يؤدي إلى الدفء، وإنه لو تمدد أكثر وأكثر قد يؤدي إلى حريق وإشعال نار، ولكنه حين يتكثف يضغط يعني يتحول إلى برودة، وحين يضغط أكثر يتحول إلى ماء، وحين يضغط أكثر وأكثر يتحول إلى تراب، وأكثر فأكثر يتحول إلى صخر. فأصل الأشياء عنده هو الماء. نيجي بقى لو رجعنا لأناكسيمندر. أناكسيمندر يعني بيقول حاجة ظريفة قوي، إنه رغم إنه هو إنه مش مقتنع بأن الماء هو أصل الكون، إلا أنه مقتنع بأن كل الكائنات تطورت وارتقت في سلم الكون وسلم الوجود. فقال إن كل الحيوانات ارتقت زي النشوء والارتقاء بالضبط. ودوت يعني يذكرني بنقطة كنت عايز أقولها، أهمية دراسة الفلسفة اليونانية الكلاسيكية دي، أهميتها إيه؟ أهمية دراسة الفلسفة اليونانية دي، فلسفة ما قبل سقراط، اللي للأسف كتاب ويل ديورانت قصة الفلسفة لم يتعرض لفلسفة ما قبل سقراط أبدا، وبدأ على طول بفلسفة سقراط على لسان أفلاطون، إلا أنها مهمة جدا، لأن هذه الفلسفة تقريبا
هي أصل وهي أساس كل ما قيل في الفلسفة الغربية حتى وقتنا الحاضر. ما فيش حاجة اتقالت في تاريخ الفلسفة الغربية إلا وسنجد الأصل بتاعها في الفلسفة اليونانية. يعني شوفوا نظرية النشوء والارتقاء بتاعت داروين، أو قال بها أناكسيماندر، قال إن الكائنات كلها ارتقت ونشأت من كائن الآخر. حتى الشيء العجيب يعني بتاعه إنه يقول إن الإنسان، لأن الإنسان محتاج فترة رعاية يعني طويلة أثناء طفولته، مش ممكن يكون اتخلق إنسان مرة واحدة كده، ده أكيد نشأ من كائن آخر. وقال إن هذا الكائن بقى هو السمكة، إن الإنسان أصله كان سمكة. وهنا بيختلف بقى عن داروين، إن داروين بيقول إن الإنسان والقرد لهما أصل واحد. هذه الحلقة المفقودة، يعني داروين ما بيقولش إن الإنسان أصله قرد، إنما لا، بيقول إن الاثنين أصلهم كائن آخر، الاثنين ارتقوا من نفس هذا الكائن وكأنهم ولاد عم. إنما أناكسيماندر يقول الإنسان أصله سمكة، أصله نوع من أنواع الأسماك، وبعد كده هذه الأسماك، هذا السمكة يعني ارتقت في سلم الوجود وتحولت إلى شيء آخر، ثم إلى شيء آخر وشيء آخر، حتى تحولت إلى كائن يستطيع أن يعيش على البرية على الأرض، ويستطيع أن، وحين استطاع هذا الكائن أن يعتني بنفسه تحول إلى إنسان. هذا كلام أناكسيماندر، طبعا كلام فارغ يعني، إنما يعني عايز أقول إن هذه دي بذرة النشوء والارتقاء اللي داروين قال بيها، هذه هي البذرة. كل شيء في الحضارة الغربية سيعود إلى ولذلك مؤخرا لما اليونان كان في أزمة مالية، وما زال في أزمة مالية، وكان بيطلب قروضا من الدول الأوروبية، والدول الأوروبية رفضت أنها كتير منهم يعني إن هم يعطوا اليونان قروضا، في واحد قال مش متذكر اسمه، قال يعني نحن نرفض أن نقرض أو أن نعطي اليونان قروضا، واليونان أعطتنا حضارتنا منذ آلاف السنين. فكل شيء فعلا، حتى في اللغة يعني على سبيل المثال كان في ديانة يونانية قديمة اسمها أورفيزم، يعني أورفيك ريليجن، والديانة دي زيها بالضبط زي ديانة تناسخ الأرواح في الهند، إنها كانت أيضا بتسعى إلى خلاص الإنسان من هذه السايكلينج، دوران الحياة، إن الإنسان يموت ويعود إلى الحياة في شكل آخر أو على هيئة أخرى، وتسعى إلى النيرفانا النهائية، يعني متشابهة جدا مع الديانة الهندية. وطبقا لهذه الديانة فإن الإله في هذه الديانة اسمه كرونوس، كرونوس ده ابن السماء وابن الأرض، ابن إله السماء وابن إله الأرض. فكرونوس هذا الإله، لما نبص لكلمة كرونوس نجد أن خرج منها كلمة كرونولوجي. كرونولوجي باللغة الإنجليزية يعني تسلسل الأشياء تسلسلا تصاعديا، يعني فلان ولد في 1900، ذهب إلى المدرسة مش عارف 1906، تخرج 1922، تزوج 1908، تصاعدي، تسلسل تصاعدي. فكأنه هو المبدأ، هو الأول، كرونوس، تخرج منها كلمة كرونولوجي. فنجد أن اللغة الإنجليزية اللي احنا بنستخدمها حاليا كلمات كثيرة، مئات الآلاف إن لم تكن آلاف الكلمات مأخوذة وما زالت مبنية على الأساطير اليونانية. فالغرب يعني مديون بكثير للحضارة اليونانية، وعشان كده بقول من المهم جدا أن احنا ندرس هذه الفلسفة ما قبل سقراط. فلسفة كلمة بقى ما قبل سقراط، طبعا مش هم اللي أسموا أنفسهم كده، هذه التسمية أول ما قيلت كانت في عام 1903 في كتاب ألماني اللي كتبه هيرمان ديل ونشره في 1903، والكتاب اسمه فراجمنتا دير فور سقراطيكا، يعني قصصات من ما قبل مرحلة ما قبل سقراط. ونجد ان نيتشه ما كانش مقتنع بحكاية ان مدرسة أثينا الفلسفية بدأت من سقراط، هو مقتنع بانها بدأت من أفلاطون، فهو بيسمي ما قبل هذه الفترة ما قبل أفلاطون. انما
كل الناس وكل الفلاسفة والباحثين اتفقوا على أنها فترة ما قبل سقراط. وهذه الفترة اللي احنا بنتكلم فيها. وفي جملة جميلة قوي في كتاب برتراند راسل بيقول فيها The Milesian School is important. المدرسة الميليسية هذه، مدرسة الفلسفة هذه، يعني الثلاث فلسفة دول مهمين جدا. ليه بقى؟ Not for what it achieved، ليس لما أنجزته، ليس لما حققته من إنجازات، but for what it attempted، ولكن لما حاولت تحقيقه. يعني لأن هم الفلاسفة الثلاثة دول يعني طرحوا وراء ظهورهم كل الأساطير وكل طريقة التفكير المبنية على الأساطير، وحاولوا فهم العالم بطريقة علمية. أي نعم مش بالطريقة العلمية المعروفة حاليا، يعني ما فيش تجربة وكل أقوالهم دي مجرد افتراضات، ولكن على الأقل هذه محاولة جادة ومحاولة أولية، وهي التي فتحت الطريق للفلاسفة من بعدهم والعلماء من بعدهم للاستمرار في هذا الطريق الذي شقوه هم، طريق العلم الطبيعي. فكانت محاولة جادة جدا، ومن هنا تأتي أهمية هذه المدرسة. ولذلك النهاردة احنا كده استعرضنا مدرسة المسمى ميليجن سكول، يعني فلسفة مدينة مايليتس اللي هي مهد الفلسفة اليونانية. وهذه المدرسة فيها ثلاث فلاسفة، هم أكبر ثلاث فلاسفة المعروفين اسما: طاليس اللي قال إن أصل الكون هو الماء، أناكسيمندر اللي قال إن أصل الكون هو تلك المادة التي لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل ولا مادة سرمادية دون أن يسميها، وأن هذه المادة هي التي تعطي توازنا لصراع الأضداد الذي نراه، هذه الأشياء التي تتغير باستمرار، صراع الماء والنار على سبيل المثال، لابد من وجود مادة أزلية لا تتغير ولا تتبدل وراء صراع هذه الأضداد. الفيلسوف الثالث هو أناكسيمينس اللي قال إن أصل الكون هو الهواء، وأن الهواء موجود في كل شيء، وأنه بدونه سنموت، وأن هذا الهواء المسألة كلها مسألة تكثيف وتمديد. الهواء حين يتمدد يتحول إلى warm، يعني يتحول إلى دفء، ثم يتحول مع تمديد أكثر يتحول إلى نار، وحين يكثف ويضغط يتحول إلى برودة، يكثف أكثر يتحول إلى ماء، أكثر وأكثر إلى تراب، أكثر وأكثر إلى حجر، وما إلى ذلك. فنجد دي استعراض سريع لآرائهم المختلفة. أنا عارف أن أساميهم ممكن تلخبط، وبعد شوية ممكن تنسى مين قال إيه. وطاليس قال ماء ولا هواء، وأناكسيمندر قال الهواء ولا الشيء الأبدي، ولا يعني ده أسهل حاجة، يعني شيء بسيط جدا ممكن نفتكره بيها. يعني أغنية جت على بالي وأنا يعني بحضر للكلام ده، وبشوف أسهل طريقة لشرحها. في أغنية تقول، مش فاكر مين اللي غناها، تقول المية والهواء وإحنا قاعدين سوا. الكلمات دي جت في دماغي وأنا بقرأ في الفصل وأنا بحضر لي، يعني الكلمات الأغنية دي جت في دماغي، المية والهواء وإحنا قاعدين سوا. أهو المية طاليس اللي قالها طاليس، الهوى أناكسيمينس، احنا قاعدين سوا، اللي بينهم بقى أناكسيمندر اللي قال لا مية ولا هوى، دي مادة خالدة لا تتغير ولا تتحول. ده يعني ده كده الأغنية دي سهلة جدا ان احنا تذكرنا بالثلاث فلاسفة دول وكل واحد فيهم قال ايه. ده كده استعراض سريع لتلك المدرسة الفلسفية. المرة الجاية ان شاء الله المحاضرة القادمة ستكون عن مدرسة، قبل ما ندخل على مدرسة أثينا هندخل بقى على فيثاغورس وعلى الفلاسفة الرياضيين. وده يعني يمكن كل فيلسوف فيهم يحتاج لحلقة بمفرده قبل أن ننتقل إلى مدرسة أثينا. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.